وسهلا فيكم كل اللي عم يحضرونا عبر قناة الفجيرة، وأهلا وسهلا بكل الجمهور الموجود معنا اليوم بالفجيرة مون. رح نبدأ حلقة جديدة، تحديات جديدة، وكثير من الجوائز المقدمة من عدة رعاة. أكيد الأسئلة والتحديات رح تكون كثير سهلة، وكل المطلوب منكم تجوا على الفجيرة مول وتشاركونا. كمان صار وقت مسي على صديقي أمجد. يسعد مساك. يسعد مساك يا نوار، ويسعد مساء أعزائنا المشاهدين ومتابعين برنامج ضربة حظ، وأيضا بنمسي بالخير على الجمهور الكريم المتواجد بالفجيرة مول. وبدي أسمع تحية للجمهور المتواجد وللي بيتابع برنامج ضربة حظ، برنامج يا نوار المسابقات والجوائز والتحديات والإثارة. صح أمجد، وخصوصا مثل ما ذكرت من شوي أنه كل الجوائز مقدمة من عدة جهات موجودة بالفجيرة مول، أولها العربية للعود، كرجي للعطور، مسك الإمارات، نسيم كافيه، جالكسي سينما، ومن كمان يا أمجد؟ ومطعم أولي ريز، وكفالو للعطور والسيدات، وريفولي، وفم بلوك للأطفال، وبراند فورليس، وتيلي لينك، وعبد الصمد القرشي، ودكتور نيوتيرشن، والطاير للسيارات من فورد. بدي أسمع زقفة كتير كبيرة للداعمين لضربة حظ. هاي يا جمهور جاهزين؟ طيب غيرنا الاسلوب شوية نوار. كل عام وأنتم، كل عام وأنتم، رمضان جاهزين؟ أمجد أنا شايف اليوم أجواء الحماس كتير حلوة، لازم نخبر الجمهور وخصوصا الأطفال الموجودين معنا هلأ أنه أولى فقراتنا فقرة شرق وغرب رح تكون كتير سهلة. عندكم قطع، لازم تركبوا الصورة مثل ما موجودة قدامكم على الشاشة، وبهي الفقرة لازم الأطفال يركبوا أكبر عدد ممكن من القطع الصحيحة بأسرع وقت ممكن. رح يكون معهم بس دقيقتين، وإن شاء الله إن شاء الله مثل ما عودتكم وتعودت فريقي دائما يفوز. أنا اللي كمان فايز. كل اليوم أنا اللي فايز اليوم، راح أسمع فوز. أوكي أنا عن نفسي راح أختار فريقي. أوكي. أنت كمان فيك تختار. يلا أوكي فضل. أنا راح أختار البنت اللي لابسة فستان. تعالي ها اختار أنت يا أمجد. بدي اللي لابسة تيشيرت أسود مخطط هون. أيوة يلا تعالي، بدنا نسوي فريق بنات وصغار كمان. أوكي شو البنات الحلوين اللي معنا اليوم؟ هي لابسه مثل فستاني بس هذا لا يعني انك تربحي علينا. اوكي خبريني شو اسمك؟ ماري. ماري؟ ماري عبد الرحمن. من وين؟ من سوريا. اهلا وسهلا فيكي. وانت؟ وبدنا نتعرف عليك. زينه. من وين يا زينه؟ من الاردن. من الاردن، زينه من الاردن. اهلا وسهلا فيكم ماري وزينه. اوكي ماري وزينه فيكم تقعدوا على المربعات الزرقاء هون. لا ماري هون على أيوة. هذا المربع مثل زينة. بدنا نقعد. أيوة أيوة بدنا نشوف شاطري. نطلع الشاشة ونركب الصورة. جاهزين؟ أول شيء طلعوا اللي بالكرتون، طلعوا اللي بالبوكس، طلعوا كل شيء، طلعوا القطع. أوكي كأنه تغيرت الصورة أمجاد، تغيرت الصورة اليوم أكبر. أيوة شوفوا الصور كتير منيح، وشوفوا الصورة اللي قدامكم، وحاولوا أنكم تركبوا حسب الألوان القريبة من بعضها. أوكي جاهزين؟ أمجد أنا جاي على بالي ربحت تنتين. شوف ما أحلاها. ها أمورات ما شاء الله. أوكي جاهزين؟ يلا ها نعد يا نوار. عدلون يا أمجد. 1 2 3 يلا يلا أبدأ. بدينا. أسرع أسرع أسرع، نركب الصور أسرع. شوفوا الصورة اللي على الشاشة. مين راح يربح اليوم معانا؟ زينة وماري. فرشوا القطع قدامكم لحتى تشوفوا أكبر عدد ممكن من الصور. طيب. أمجد شو رأيك تساعد زينة لحتى تفرش القطع؟ يلا يا زين. وأنا كمان رح ساعد ماري. فرشوا القطع. يلا شوفوا الألوان وحاولوا ركبوا الألوان اللي بتشبه بعضها، وشوفوا الصورة الموجودة عندكم على الشاشة الصورة. يلا بدينا نركب، بدينا نركب يا زينة. زينة زينة بدينا نركب. يلا يا ماري شوفي هدول مثل بعض. أيوة 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 هاي وهاي. شوفي شوفي على الشاشة شو موجود. وهاي ماري في كمان وحدة. يلا يا زينة. لا عكسيها يا زينة، عكسيها. أيوة عكسناها. أيوة لا صح. لا جرب وحدة ثانية، وحدة ثانية، وحدة ثانية. أوكي نحن صار عنا قطعتين صحيحة يا أمجد. أنتو كمان عندكم قطعتين. برافو ماري وزينة. يلا هاي بدينا بلشنا حلو صح.
كملي. برافو برافو. لا مو هون. برافو، صار عندنا ثلاث قطع صحيحة يا أمجد. يلا زينة ركزي يا زينة، شوفي الصورة. يلا ركي بسرعة بسرعة بسرعة. أيوة صح، ثلاث قطع صح. ماري عندها أربع قطع صح. يلا زينة، انتهى الوقت. ماري عندك أربع قطع صحيحة وزينة عندك بس قطعتين. شكراً إلك زينة. زافة لزينة، زافة. إيه طبعاً نحن ربحانين يا أمجد. ألف مبروك ماري. شوفي، شايفة هذا النرد؟ ارمي. أيوة. ها ها ها. ورقم واحد. رقم واحد. واحد لأول متسابق. يا ماري بتربحي معنا تو تيكتس من جالكسي سينما. شكراً. يلا حيوها حيوها الأمورة. أوكي بدنا نختار اللي بنختاره، بس ما في حد يجينا إلا بنختاره. شو نختار يا نوار؟ يلا شو نختار يا نوار؟ مين نختار؟ أنا بدي البنت اللي لابسة بلوزة بيضة. أنت؟ لا لا أنت. أيوة إيه تعالي أنت اختار يا أمجد فريقك. شبرا أمرا شمس نجوم كواكب مواكب هوا سوا. طيب تعي أم الجينز اللي لابسة أزرق اللي جنبك. أيوة يلا بدي وجوه جديدة. عارفين عن حالك؟ شو اسمك ومن وين؟ اسمي حبيبة من مصر. أهلا وسهلا حبيبة، عرفنا عن بنت الحلوة. وأنت حلوة؟ لمار. شو اسمك؟ لمار. لمار؟ من وين؟ سوريا. من سوريا. لمار من سوريا، حيوهم. لما ولا لمار؟ لمار. لمار اهلا وسهلا فيكم. لمار وحبيبه. اوكي فيكم تقعدوا على المربعات الزرقاء، بس فكوا القطع اللي كانوا ماري وزينه مركبينها لو سمحتوا. ايه اوكي، لا ترجعوا تركبوهم نفسهم. تمام، ركبوا قطع جديده بس لا تبلشوا. جاهزين؟ امجد يعد لكم. جاهزين؟ جاهزه لمار؟ يلا راح عد 1 2 3 2 منت عندكم، دقيقتين. يلا بدنا نركب. نحن صار عندنا قطعتين يا أمجد، ولمار كمان عنده قطعتين. يلا مين يركب قطع أكثر؟ حيوهم. مين أيوة يركب برافو. قطع أكثر؟ حيوهم 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 حيوهم. يلا لا. يلا بالعكس من تحت غلط. أوكي. حيوهم. شوفي طيب، شوفي باقي القطع اللي نفس اللون. حيوهم حيوهم حيوهم. شبعت فوز خلاص. لمار عنده خمس قطع صح بس منفصلين، قطعتين هون وثلاث قطع هون. يلا يا لمار. حبيبة يلا يا لمار عنده قطعتين. برافو برافو يا لمار. يا يلا سلام يا حبيبة. ها أوكي ها. وين نشوف غيرها يا لمار؟ برافو عنده أربع قطع، خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. يا سلام حبيبة، شو صار معك؟ يا سلام، نشوف هاي المسكينة هاي. جربي لون ثاني. طيب القطعة وين بدها تركب؟ يلا يا بنات يا حلوين، خلينا نشوف مين رح يربح، مين رح يكون الأسرع. يلا حبيبة 30 seconds، 30 ثانية وراح ينتهي التحدي. مبسوط انت؟ راح افوز. انا كمان مبسوطة. يلا يلا يا لماي اسرع. شوفي ابو من حبيبة أرهد. ناين سبن سكس فايف فور ثري تو وان. للأسف انتهى الوقت. حبيبة عندك بس تنتين صح؟ شكراً إلك نورتينا. أما لمار ما شاء الله، ما شاء الله، 2 3 4 5 6 7 8 8 قطع صحيحة. أي لمار هاتي النرد يا نوامر. شوفي شوفي التشجيع والتحية. يلا ارمي النرد. رقم 2
لامار. ألف مبروك لامار، كمان تربحي معنا تو تيكتس من جالكسي سينما. شكرا من هون لامار. شكرا. ها يلا بدنا اثنين، بدنا اثنين، بدنا اثنين، بدنا اثنين، بدنا اثنين جدد. إلا الأولاد ما اخترناهم صح؟ رح أختار أنا الولد اللابس أبيض، وأنا رح أختار رح أختار رح أختار اللي لابس أزرق. أيوة أنت، يلا تعال. أوكي عرفني عنك، يلا تعال. أنت من وين وشو اسمك؟ اسمي موسى من الأردن. أهلا وسهلا موسى. وشو اسمك؟ عمران. من وين؟ سوريا. عمران من سوريا. عمران من سوريا. عمران. أيوه. أهلا وسهلا عمران وموسى، يلا روحوا. جاهزين؟ يلا. ولا تبدوا قبل ما أمجد يعد لكم. الصراحة أنا متفاجئة بعمران وموسى. طيب. حاسة إنه الاثنين رح يفوزوا معنا أكيد. اليوم. أكيد. يلا نبلش. ابدأ. يلا 1 2 3. بدينا التحدي. موسى عنده قطعتين صح، عمران كمان قطعتين صح. نسمع اصوات الجمهور. يا سلام يا سلام، شايف السرعه؟ يا سلام، ما عم يضيعوا وقت ابدا. موسى جميل، حلو حلو. لا برافو موسى، 3 قطع صحيحه، عمران قطعتين. غيرها بدنا غيرها. شوف التشجيع، شوف التشجيع. يلا موسى. وين تشجيع موسى؟ التشجيع له صراحة. ها مين؟ يلا مين راح يفوز؟ موسى. انتوا يا مشاهدين مين بتتوقعوا راح يفوز معانا؟ ابدأ باللون الأورنج ولا فريق نوار؟ من جديد ابدأ باللون الأورنج لحال، إذا مو عارف توصلهم مع بعض. يلا انت كمان عمران. يا سلام. عمران عنده 3 قطع، لا عنده 5 قطع. موسى عنده 3 قطع، لا كمان 5 قطع. غيرها. يا سلام يا سلام، عمران صار عنده 3 4 5 6 7 8. اوكي ها. وموسى، لا موسى غلط. يا سلام. ها يلا 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 يلا، بدنا نشوف. هاي سمعوني تشجيع، يلا ما ضل وقت. وين التشجيع؟ وين التشجيع؟ وين؟ مين راح يفوز؟ يلا موسى. 9 8 7 6 7 4 3 2 1. للأسف انتهى الوقت عمران. انتهى الوقت. موسى عنده 1 2 3 4 5. شكرا موسى. وأنا فريقي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ألف مبروك عمران. هات النرد. لا ما شاء الله عليهم الشباب، الاثنين شاطرين. رقم اثنين بيستاهل. ألف مبروك عمران، تربح معنا قسيمة مقدم من فملوك الموجود بالفجيرة مول. تفضل. هيو من هون. من هون من هون عمران. هيو وين يا وين؟ أيوة وين حماس. أمجد يعني أوكي، كان الحظ معك اليوم. أوكي شو بعد فوز الفقرة؟ رح ننتقل أكيد لهو وهي، بس بعد نبريك. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد مع التحديات والمسابقات والجوائز في برنامج ضربة حظ، مكملين فقراتنا. وصلنا لفقرة هو وهي. طبعا بهي الفقرة مثل ما تعودنا دائما فريقي أنا دائما الربحان، إلا إذا حبينا شوي نساعد أمجد. أنتوا يا مشاهدين احكموا وشوفوا مين راح يفوز. لا تترك الحكم غير إلا إلك، لأنه أي حدا غيرك راح يعرف إن إحنا الربحانين. طيب أوكي، المثل الشبكي الميدان يا حميدان. اوكي يعني. ماشي صار ابو الامثال. اوكي امجد، رح نختار شاب وصبيه، الشاب رح نساله اسئله بتخص الصبايا، والصبيه رح نساله اسئله بتخص الشباب، رح يكون عندهم 3 اسئله لكل سؤال 15 ثانيه، ونشوف اي فريق رح يربح.
شو رأيك أمجد؟ يلا نختار؟ بلش نختار. شباب مين بحب يشارك؟ ها جاهزين؟ متزوجين؟ لا نايمين. تتفضلوا تشاركونا؟ والمدام؟ انتوا الاثنين تفضلوا. عادي عادي تعالي. تفضلوا. اخترنا أول متسابقين في فقرة هو وهي. ما بيصير أطفال انتوا ما رح تعرفوا. تفضلوا. أهلا وسهلا. بس لو تبادلوا الأدوار. لا مش بالحمل، بدلوا بالأماكن. أوكي. عرفنا عن حالك. سيم الشامي. وين؟ من الأردن. أهلا وسهلا فيك. بتعرف عليك؟ ميسا اليسوري. ميسا من الأردن، تحية لهم. أهلا وسهلا فيكم. وسيم وميسا. صح؟ تمام. اليوم راح نصفي مناورات شوية. تمام. أوكي. جاهزين؟ إذا كتير حابين تساعدوا بعض بتقدروا هيك تنقلوا بعض كم كلمة. أوكي؟ رح نبدأ عنا يا أمجد. يلا. سؤال الأول بقول معك بس 15 ثانية. أوكي؟ شو يعني التخليل بالطبخ؟ التخليل نحط مع ملح، يعني بضل فترة طويلة هيك. هو صح بس فيه له معنى تاني. 2-1. هلأ أنا عندي مكتوب هو نقع الخضار واللحم في خليط التوابل مضافة لسائل من أجل إعطاء الطعام نكهة لذيذة، بس كمان صح أنه التخليل بنحط له ملح يا أمجد. يعني هي بس اختلاف ثقافات، يعني كل بلد لبلد تختلف. ما بعرف أنا شايفتها صح مثل ما جاوب. والله راح نشوف آخر نعطيها للكنترول هني يشوفوا إذا بيحسبوا لنا إياها أو لا. عندكم يا أمجد. تمام. شركة تويوتا للسيارات وين مصدرها؟ يابان. يابان؟ تويوتا يابان؟ ها؟ صح؟ صح. أيوها بمساعدة. أوكي. شو يعني المكسي باللبس النسائي؟ مكسي؟ طويل. صح صح. صار عندنا نقطة كمان عندك يا أمجد. ماشي. لشو بتستخدم الملزمة في النجارة؟ لشو تستخدم الملزمة في النجارة؟ الضرب. خشب. فور. ضرب الخشب. بيت خشب. صح. أوكي نقطتين عنا. هذا السؤال لازم جاوب عليه صح. الكاجل وين بيستخدم بالمكياج؟ الكاجل الخدود، العيون. صح. إجابتين صح. شو وظيفة التربة في السيارة؟ أوه هاد سؤال بده صناعيين مثلي أنا. إذا ساعدتها رح تربة. التربة في السيارة. إذا ما ساعدتها رح تتعادلوا. شو الماي؟ أمجد. أمجد. صاحب الوان انتهى الوان. صاحب البترول ما هي حكت غلط صراحة. اقرأ لي المعلومة بالله. هي سحب البترول من الخزان وضخه إلى المحرك. أوكي. يمكن يعني سحب البترول وضخه غير مكان. ها طب انتوا تعادلتوا على فكرة. انتوا الاثنين ربحانين أصلا. أنا بدي أكون تتعادلوا أحسن. أنت بس بدك تفوتي يا ربحان. بيطلع لهم جائزتين بدل جائزة. خلص يلا. أوكي يلا تحيوهم لوسيم وميسر. تعادل حيوهم. تفضلي مدام ترمي النرد. وبنقول بسم الله. رقم 2. رقم 2. حضرتك ترمي النرد لو سمحت. شو اسمك؟ رقم آدم. 3. اوكي آدم. ألف مبروك مدام ميسا، قسيمة مشتريات مقدمة من الفجيرة مول، وحضرتك قسيمة مقدمة من دكتور نيوترشن. شكرا يا أمجد. اوكي أول شخصين كانوا تعادل. خلينا نشوف مين من الشباب والصبايا بحبوا يشاركونا. تفضل. ها. أبو لينا، لأنه لينا كانت عنا أصلاً من شوي. يلا. أوكي مين من الصبايا بتحب تشاركنا؟ حضرتك مدامتو تفضل. يلا خلاص الفريق موجود جاهز. خلاص متزوجين. هلا والله. تفضلوا. اهلا وسهلا. وعليكم السلام. تفضل تعرفنا عن حالك. حسام. من وين؟ من مصر. اهلا وسهلا فيك. تعرف عليك مدام منار. من وين؟ من مصر. من مصر.
تحية لهم، هيوهم. السؤال الأول بدنا حماس. 15 ثانية لكل سؤال، أوكي؟ السؤال الأول بيقول كيف شكل البنطلون السكيني؟ بيكون ضيق ونا. صح، ألف مبروك، صار عندنا نقطة. طيب شو هي القمرة في الطائرة أو القمرة؟ شو القمرة لشوف في الطيار؟ قمرة القيادة. مين بيكون فيها؟ الكابتن. شوف المساعدة. لقيادة الطائرة. صح صح، مخصص لقيادة الطائرة. شو يعني سحب اللون للشعر؟ كيف بتتم عملية سحب اللون؟ سحب اللون بتعمل الخصائل لوحدها وبعدين بتعمليها، بيحطوا عليه صبغة. اوكي، قبل ما يحطوا عليه صبغة ليسحبوا اللون شو بيعملوا؟ انتهى الوقت للأسف. هو تفتيح الشعر لتسع درجات أو أقل حسب لون الصبغة المطلوب تلوين الشعر بها. عندك يا أمجد. هذا سؤال لكرة القدم، شو يعني رمية التماس؟ كرة القدم ورمية التماس. والله لا تساعد أمجد لو سمحت. ويعني وين بتكون رمية التماس؟ طيب 4 3 2 خارج الملعب. انتهى الوقت أمجد، تعادل نقطة بنقطة، نقطة بنقطة لهلا. طبعا الجواب هو تحدث عندما تغادر الكرة الملعب من طرفيه ويلعبها اللاعب من حيث غادرت بيديه. اوكي، عندنا شو يعني اللومي بالطبخ؟ لومي، اللومي الليمون، الليمون ناشف. صح. مفتاح الحزام في مهنة السباكة لشو بيستخدم؟ فيك تساعد. مفتاح الحزام لمهنة السباكة. مفتاح مفتاح ايه؟ الحزام. مفتاح الحزام بنفك بيه المسامير. المسامير. وان المحابس. المحابس. انتهى الوقت أمجد. لا طبعا الجواب يستخدم في امساك الانابيب المطليه بالمعادن لكي لا يترك اثرا فيها. اوكي، كل منكم بيربط. نحن عندنا نقطتين، معناته انتم الفايزين. حالفك الحظ انت. ما علي، نرمي النرد لو سمحت مشان البابا يفوز وياخذ هديه. رقم 2. شو قصة رقم 2؟ ألف مبروك، تربح معنا قسيمة نقدية مقدمة من نسيم كافيه. شكرا، والمدام كمان أكيد تخدمها. شكرا، هيوهم. شكرا. تعالوا يا أطفال يا حلوين، هيوهم هيوهم. راح نكمل أنا وياك نوار، وبدنا ننتقل لفقرة الأمثال أكيد أمجد، بس بعد بريك سريع وراجعين. يلا. من جديد مشاهدينا والجمهور الموجود معنا بالفجيرة مول لحتى نكمل تحدياتنا لليوم. للأسف وصلنا للجزء الأخير من حلقتنا، وصلنا لفقرة الأمثال يا أمجد. مين رح يكون أبو الأمثال؟ فعلا مين هو رح يكون أبو الأمثال؟ بهمنا بهذه الفقرة أنه نتعرف على ثقافات جديدة يا نوار، ونروح من مطرح لمطرح لنعرف شو قصة هاي الأمثال وشو سيرتها. ولكن بدنا نبلش نختار ليكون مين هو أبو الأمثال بهذه الفقرة. بس أمجد قبل ما نختار لازم نذكر اللي رح يشاركونا أنه معن 5 أمثال، 5 ثواني لكل مثل، لازم يجاوبوا على 3 أمثال تكون صحيحة على الأقل لحتى يربحوا معنا. شو رأيك نختار؟ بدنا نختار. يلا بدنا تفضل نختار. عندك مين؟ مين 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 ما يردك إلا لسانك. أهلا وسهلا، شرف. هيو هيو، خلاص أفطرنا بعد الصيام. تعرفنا عن حالك؟ هيثم فلسطين. أهلا وسهلا فيك هيثم. بتعرف نظام الفقرة صح؟ أوكي، نبدأ معك ولا معي؟ معي. يلا ابدأ. أعطي خبز لخبازه لو أكل نص. يا سلام. تشجيع قوي. باب النجار مخلع. صح. عندك يا أمجد. طحان ما بغبر. طحان ما بغبر على طحينه. عندك يا أمجد. عكلاس.
علمناهم على الشحادة، سبقونا على الأبواب. صح عندك يا أمجد. كم تحجار ولا هلجاء. صح. ألف مبروك، أنت جاوبتنا 4 إجابات صحيحة. تفضل ارمي النرد. تفضل حجر النرد. رقم 2. شو قصة اثنين؟ ألف مبروك، بتربح معنا هدية مقدمة من عبد الصمد القرشي. شكرا لك. بدنا نختار يا نوار. سيد هيثم هيو من هون نوار. بدنا نختار حدا جديد معانا هون اللي لبسه وردي. يلا تفضلي. أهلا وسهلا، بتشرفي. أهلا وسهلا، تعرفين عن حالك؟ ريما. من وين؟ سوريا. أهلا وسهلا فيك ريما. معك 5 ثواني لك المثل. أوكي عندك يا أمجد. يلا. واحد من بيت المغني أو المغني. بغني. صح. الثاني الاسكافي حاف والعريان والحي. صح عندك يا أمجد. عندك عيش. عندك عيش وعندي عيش. عندك عيش وعندي عيش. عندك عيش وعندك عيش. لا عندك يا أمجد. فراغت العين ليش؟ يلا. أوكي. طبني. طبتك العين. صح. عندك يا أمجد. زمان أول. صح. ألف مبروك. أيوة. 4 إجابات صحيحة. تستاهل. حجر النرد. تفضلي مدام ريمر من رميل حجر. حجر النرد. يا أم. 1. ألف مبروك، تربحي معنا قسيمة شرائية مقدمة من مسك الإمارات. شكرا. من تفضلي من هون. أمجد ممكن أنا أختار؟ يلا تفضلي. أوكي أنا بدي أختار الصبية اللي حاملة بنوتة. تفضل. إيه هيوها هيوها تستاهل. تفضلي. اهلا، تعرفين عن حالكم من وين؟ نسرين من الاردن. اهلا وسهلا فيك نسرين. وهالبنت الاموره الحلوه شو اسمك؟ خبرين. نايا. نايا، واو اسمك حلو، انت حلوه. تعالي وقفي تعالي خلي الكاميرا تاخذك. نسرين عندك 5 امثال، 5 ثواني لك المثل. اوكي رح نبدا باول مثل بيقول ما كل ما يتمناه المرء يدركه. ولا تجري الرياح بما لا تشتهي سفنه. الرياح بما لا تشتهي سفنه. صح. صح عندك يا أمجد. بيقول المثل دق الحديد هو حامي. صح. شو بدي أذكر منك يا سفرجة؟ كل عضة بغصة. صح ما شاء الله عليك، عندك يا أمجد. الباب اللي بيجيب الريح سده واستريح. صح. يا طبعا سلام. اللي بيبيعك بيعه. يا سلام. لا معانا أبو الأمثال اليوم. حيوها أم الأمثال طلع أم معنا اليوم. تفضلي ارمي النرد. ارمي ورقم. شكرا يا نايا على هالرمي الحلو. رقم 5. رقم 5. قسيمة شرائية مقدمة من ريفولي. شكرا لك. خلصنا. هلا اوكي امجد، هلا وصلنا لضربة الحظ. رح نختار 3 مشتركين، كل مشترك عنده 3 محاولات ليرمي النردين ويطلع له رقمين مثل بعض ويربح 10 كوبونات ليدخل السحب على سيارة فورد المقدمة من طير السيارات ومن الفجيرة مول. أكيد. كمان يا امجد. اكيد انا أوكي. بتمنى حد يفوت معنا السحب. ولكن ها 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 مين ما شارك؟ اوكي خليها تجي. ابو الكاب، اهلا وسهلا ابو الكاب. كندور ابو الكاب. منهم أو وحدة منهم. وينكم أنتو؟ أوكي. ها. تعالوا وحدة منكم، يا أنت يا هي. أوكي. باقي واحد. باقي واحد. باقي واحد. باقي واحد. باقي واحد. واحد واحد. يلا طلع لي يا علي. يلا. يلا. أوكي يلا. أنتوا كتير تشبهوا بعض، خبروني شو اسمكم، شو اسمك أنت؟ فاطمة. وانتي؟ صفية. اوكي فاطمة وصفية. امجد تعرفنا على اللي عندك؟
متعرف عليك؟ أحمد. من وين؟ سوريا. أحمد من سوريا، إن شاء الله ربحان يا أحمد. أوكي، وتعرفنا على الشخص؟ تفضل. مروان نعيمي من العراق. يلا مروان من العراق، أهلا وسهلا. جيب لنا لو سمحت النرد الأحمر. الحجر الثاني يا نوار. أنت واحد وفاطمة واحد، حمل فاطمة واحد. يلا. يلا رموهن سوا. بسم الله. يلا أربعة وستة. يلا رجعوا جيبوا كمان مرة. كمان مرة. كمان مرة. يلا 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 يلا. أوكي يلا. يلا كمان مرة. ها 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 رقم خمسة وستة. آخر كمان مرة. مرة آخر مرة. يلا بلعب رياضة أنا هو كيف خسيت 3 كيلو. يلا يا صفية 3 واو واو خمسة. شكرا لكم فاطمة وصفية. حيوهم 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 حيوهم. روح عند الماما. يلا تفضل ترمي النرد. ها واحد وأربعة. واحد كمان محاولة. نشوف مين راح يدخل معانا السحب. رقم واحد هناك وستة. آخر محاولة. جهز لي حالك يا بطل. وين التشجيع؟ هيوهم. ها ها خمسة واثنين. شكرا. حظ أوفر. يلا يلا أنا إن شاء الله متأكد إنك فايت إن شاء الله. يلا يا بطل ارميهم قريب اوكي مشان ما كتير تبعد لتروح تجيبهم. فايت السحب ان شاء الله. اوه أربعة وستة. كمان كمان مرة. ارميهم قريب. ارميهم قريب منك. يلا نشوف نشوف شو راح يطلع من الارقام. هون ثلاثة وهون واحد. واحد اخر محاولة. يلا تصيب ولا تخيب يا نوار. ان شاء الله. ان شاء الله بتصيب. ان شاء الله بتصيب. يلا ها شو يا جمهور بيفوت معنا ولا ما بيفوت؟ اوه اوه للاسف حظ اوفر. شكرا. حظ اوفر. هيوم للاسف يا امجد بضربه الحظ اليوم ما حدا قدر يربح معنا، بس اكيد الف مبروك لكل اللي شاركونا طول الحلقه وقدروا يربحوا معنا جوائز مختلفه. اكيد انتظرونا بكره على الساعه 10 الى الساعه 10:45 دقيقه بالفجيره مول. برنامج ضربه حظ، برنامج المسابقات والجوائز معي انا ونوار. اهلا وسهلا فيكم. هلا انتظرونا بكره. وهلا صرنا نشوف. باي باي.